وبعد عباد الله، فلازلنا نقطف من بستان القرآن الكريم ونتعلم تلك المعاني العظيمة من كتاب الله عز وجل. واليوم نقف على معنى جديد وعلى درس عظيم من دروس القرآن الكريم، ألا وهو معنى الوهن في القرآن الكريم. والوهن كما هو متبادر ومعروف إلى الأذهان هو الضعف، وليس الوهن وهن الأجساد فقط، بل الوهن أكثر ما يكون في القلوب. فإن الله سبحانه وتعالى نعم تكلم عن وهن وضعف الأجساد، بل تكلم أكثر من هذا على ضعف القلوب ووهن القلوب. ودعونا نفصل الكلام في هذا المعنى العظيم. ففارق كبير بين الوهن وبين الضعف، ربما يكون المعنى مترادفا في بعض الأحيان، لكن هناك خطا فاصلا بين كليهما. فالوهن هو ضعف يكون بعد قوة أو عن قوة، يعني ضعف يكون من الإنسان بعد أن كان قويا فيصير ضعيفا، أو الإنسان في نفسه قوي ولكنه يتصرف تصرفات الضعيف فهو عنده وهن. أما الضعيف فهو مغلوب على أمره، هكذا حاله وهكذا وضعه. فالله سبحانه وتعالى مثلا يذكر لنا يعني حال المرأة عند الحمل والولادة، يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي آية أخرى يقول: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف. فالمرأة تكون في أضعف حالاتها عند الحمل، وتكون في أضعف حالاتها أيضا عند الوضع، ذلك أن الألم يشتد عليها ومناعتها تقل. أضف إلى ذلك أن هذا الحمل قد يؤثر عليها يعني بالسلب في صحتها، لأن هذا المولود يتغذى على جسمها وعلى ما فيه من المعادن. فسبحان الله سبحانه وتعالى الذي يذكر هذا الوهن وهذا الضعف في مقام التذكير بفضل الأم خاصة، بعد أن وصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه أي بالأب والأم، يخص الأم بالوصية لما حملته وهي ضعيفة، ولما كان من حالها وهي في هذه الحالة الضعيفة جدا بسبب هذا الحمل الذي حملت. وفي آية أخرى يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن هذا الضعف أيضا في مقام التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نبي الله زكريا لما حرم الولد، ولما لم يرزقه الله سبحانه وتعالى بذرية، وكان قد كبر في السن، قال وهو يتودد إلى الله سبحانه وتعالى، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. سبحان الله، يتودد إلى الله سبحانه وتعالى بضعفه، ويتودد إلى الله سبحانه وتعالى بالشيخوخة التي حلت به بعد أن كان رجلا قويا فتيا، فقال: إني وهن العظم مني. وانظر إلى جمال التعبير القرآني، لم يقل يا رب وهن جسمي. طبعا وهن العظم المقصود به هنا وهن الجسم كله، إذا وهن العظم من الإنسان وهو أقوى شيء في جسد الإنسان، فأصبح هذا العظم رقيقا بعد أن كان صلبا قويا، وأصبحت كثافة العظام قليلة بعد أن كانت كبيرة، والعظم والهيكل العظمي هو الذي يحمل هذا الجسد، إذا ضعف صار الإنسان إلى ضعف شديد. قال: واشتعل الرأس شيبا، أي أصبح رأسي كله أبيض من الشيب الذي أصابني. فالضعف فيه باطنا وظاهرا، ضعف الجسد من الداخل موجود والألم موجود، ألم الشيخوخة، والضعف أيضا ظاهر عليه لأن الرأس كله أصبح أبيضا بعد أن كان أسود اللون. فكل من يرى يعلم أن هذا الرجل هو كهل وشيخ كبير، يتودد إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول: يا رب لا تتركني في هذه الحال وحيدا، وارزقني بالولد الذي يشد من أزري، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني لم أدعك في يوم من الأيام ولم تستجب إلى دعائي، لم تحرمني من إجابة الدعاء أبدا يا ربي.
فهل لي من لدنك وليا؟ بعد كل هذه التقدمة وكل هذا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى يتوجه إلى الله بالدعاء والطلب، فيقول أرزقني ولدا يكون لك وليا يا رب العالمين، وإني خفت الموالي من ورائي، لإني أخشى من الموالي. الموالي اللي هم الخدم والحواشي والذين يقومون على العمل في أرضه أو في عمله، يخشى من هؤلاء أنهم قد لا يقوموا بالعمل على الوجه الأكمل، أو أنهم قد يسرقوه أو كذا أو كذا، فيريد أن يكون ولدا من صلبه يتحمل هذا الأمر عنه إذا ما كبر سنه. إذا فهذا الضعف أمر طبيعي، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا، الله الذي خلقكم من ضعف، يعني من البداية الإنسان مخلوق ضعيف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يبدأ الإنسان يصعد إلى مرحلة القوة، مرحلة الشباب والفتور والقوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق، تبدأ ضعيف ثم يشتد عودك وتصير شاب قوي، ثم بعد ذلك تعود مرة أخرى إلى مرحلة الضعف، بل ويصل الأمر ببعض الناس إلى أنه يصل إلى مرحلة الشيخوخة المتأخرة الكبيرة جدا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، وقال المفسرون أرذل العمر أقبحه وأسوأه، يعني المرحلة التي يعني يجتمع فيها الألم الشديد على الإنسان والضعف الشديد على الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يقوم بشؤونه، إذا أراد أن يقوم يريد أن يعني أن يجد من يساعده ويحمله على القيادة، إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه، إذا أراد أن يأكل حتى لا يستطيع أن يطعم نفسه، إذا أراد أن يتذكر بعض الأمور تجد أن الذاكرة يبدأ في مرحلة الخرف ويأتي مرض الزهايمر ولا يستطيع أن يتذكر أشياء كثيرة، بل يصل الأمر أحياناً إلى أن ينسى من هم حوله، لا يعرف ولده، أنت من؟ أنا ابنك، وأنت من؟ أنا زوجتك، لا يعرفهم، ويخرج من بيتي ليقضي حاجة ما أو يتمشى إلى المسجد أو إلى السوق أو كذا، فلا يتذكر أين يقع بيته، ولا يستطيع أن يعود إلى بيته، وسبحان الله هذا الأمر يحدث لبعض الناس، فلذلك كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يرد إلى أرذل العمر، إلى هذه المرحلة التي يصل الإنسان فيها إلى أن يكون أضعف حتى من الطفل الصغير. فالضعف والوهم الذي يصيب الإنسان بسبب تقدم السن أو بسبب اعتلال الجسم ببعض الأمراض، هذا أمر طبيعي ولا حرج فيه، وإن كان القرآن قد أشار عليه، أن أشار إليه على أنه أمر من سنن الله في الخلق، لكن الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه في هذه الخطبة اليوم ليس الضعف الجسدي، ولكن الضعف المعنوي، الضعف القلوب، هذا هو الذي ذمه القرآن الكريم، يعني ما مدحه وما استحسنه أبدا للمؤمنين. فلذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والوصية لمن؟ للمؤمنين. الله عز وجل يقول إياكم أن يصل الوهم إلى قلوبكم، وإياكم أن تحزنوا عند ملاقاة عدوكم أو كثرة العدو وقلة عددكم، وإياكم أن تحزنوا بما ترون من شدة العدو عليكم، وإياكم أن تحزنوا لما ترون أن الأمم قد تحالفت عليكم. لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لماذا يا رب؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن العلو دائما أبدا والغلبة تكون للمؤمنين، إذا فعلا حققتم شرط الإيمان بالله سبحانه وتعالى فأنتم الأعلون. ثم يخفف الله سبحانه وتعالى ويسري عن نفوس المؤمنين، لا يغركم ما ترون من قوة عدوكم ومن كثرتهم ومن عدتهم وعتادهم، لا يغركم هذا الأمر، لماذا يا رب؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن أصابتكم مصيبة أو وقع فيكم جراح أو يعني نزلت بكم يعني شدة، فهذا أمر طبيعي، إن أنت تنهزم في معركة أو يصيب منك العدو أو يحدث معك كذا، فقد مس القوم قرح مثله، فهذا يحدث لعدوك كما حدث لك، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. لذلك هرقل لما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أخبر به، فسأل عنه أبا سفيان وجماعته من التجار العرب الذين كانوا يتاجرون في الشام، قال هل قاتلتموه وهل لاقيتموه في حرب؟ قال نعم. قال فماذا كان؟ يعني هل كانت الغلبة والانتصار لكم أم لا؟ قال أحيانا ينتصر علينا وأحيانا ينتصر عليه. قال هكذا حال الأنبياء والرسل،
أمر طبيعي أنه قد يهزم المؤمنون في معركة من المعارك أو في غزوة من الغزوات. نعم نصر الله عز وجل لهم وتأييد الله لهم، ولكن قد تقع الهزيمة، لأن الهزيمة تقع عند اختلال الأخذ بالأمور المادية والمعنوية التي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا يكون على سبيل التهديد للمؤمنين والتعليم لهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يخفف عن المؤمنين ويقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن كان عدوك له الغلبة اليوم فالله عز وجل سيداول الأيام، تمر الأيام تدور دورة الأيام ثم تكون الغلبة المؤمنين. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية الأمر كان المؤمنون مستضعفين في الأرض، ثم بعد ذلك مكن الله عز وجل لهم في بعدما هاجروا إلى المدينة، ثم بعدما استقر لهم الأرض وهكذا. فالله سبحانه وتعالى نصح عباده المؤمنين بألا يصل الوهن إلى القلوب، ووهن القلوب معناها الضعف في القلوب، أن أنت تحس تشعر في قلبك أنك ضعيف، وتشعر في قلبك أنك لن تستطيع أن تصل على عدوك. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا الأمر. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من نبي، وهذا بعد قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. سبحان الله، هذه قاعدة عامة لا تتخلف وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى. وكأي من نبي، كأي هنا على سبيل التكثير، يعني كم من أنبياء كثر قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وقاتل معهم ربيون، يعني ناس ربانيين لله سبحانه وتعالى، عباد خلص لله سبحانه وتعالى، تربوا على الإيمان وثبت الله عز وجل الإيمان في قلوبهم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، مهما أصابهم في سبيل الله لا يصل الوهن إلى القلوب أبدا أبدا، مع أنهم قد يهزموا قد يجرحوا في بعض المعارك، قد ينال منهم عدوهم أبدا لا يضعفوا. وما ضعفوا وما استكانوا، الاستكانة للعدو اللي هي أن أنت تخضع لعدوك وتنكسر وتذل له، وهذا يحدث في بعض الأحيان إذا استسلمت الأمم إلى الهزيمة ورضيت بالهزيمة، وهذا أخطر ما يكون. فلذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بالوهن ثم الضعف. الوهن شيء يكون في القلب، القلوب ضعيفة وأنت عندك الإمكانية أن أنت تقاتل، ثم يزداد الضعف فيكون ضعفا ظاهرا، أنه ليس فقط القلوب أصبحت ضعيفة بل أصبحت الجيوش أيضا ضعيفة، وأصبحت القوة تضعف لأن القوة المعنوية قلت أولا ثم تقل القوة المادية، ثم وصل إلى آخر مرحلة من الذل والضعف ألا وهي مسألة الاستكانة. الاستكانة أن أنت ترضى باحتلال عدوك لك واحتلال العدو الغاصب لأرضك، وتبدأ تتعامل مع هذا الأمر على انه امر واقع، فلا تريد ان تدفع عدوك ولا تريد ان تقاتل عدوك تحت مبدا انك تخاف على نفسك ان انت تقتل او تؤذى في نفسك او في اهل بيتك. فهذا اخر مراحل الضعف. فهذا هو الوهم الذي يتكلم عنه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وينبه عباده له. وهناك ايضا وهم في الاعمال، يعني الإنسان يعمل العمل لكنه لا يعمله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا ينبغي الحذر منه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الكفار والمشركين قال وأن الله موهن كيد الكافرين، أي الله سبحانه وتعالى مضعف هذا الكيد وموهن هذا الكيد الذي يكيد الكفار. هم في عمل ليل ونهار وتخطيط مستمر وعمل مستمر لهزيمة المؤمنين ولقتال المؤمنين وكذا وكذا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنه سيوهن أي سيضعف هذا الكيد الذي كان منهم. ليه؟ لأن هذا العمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ننتبه إلى أن أعمالنا ينبغي أن تكون في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنبه بما سيحدث للأمة من الوهم الذي نعيشه الآن، والذي عاشته الأمة ليس فقط في عصرنا الحديث بل عاشته في فترات متقطعة في تاريخ الإسلام. ليس العصر الذي نعيشه من الوهم والضعف والتفرق أول عصر مرت به الأمة، ولكن تحدث انتكاسات
لهذه الأمة عندما لا تأخذ بالأسباب التي سببها الله سبحانه وتعالى وبالسنن التي سنها الله سبحانه وتعالى لعباده. يعني مثلا خذ عندك أنهم قالوا أن أول ما حدث في الأمة من الوهم هو مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما قتل قالوا أن هذا أول ما حدث، لم يبدأوا من مقتل عمر، لأن مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان خيانة من أحد المجوس والكفرة الذي اقتاله وقتله، إنما مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان بداية الخلاف والانشقاق، حينما انشقت فئة ممن دخلوا في الإسلام حديثا فلم يفهموا الإسلام فخرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحاصروا وقتلوا. كان هذا بداية الوهم والضعف في الأمة، بداية الفرقة التي حدثت في الأمة واستمرت بعد ذلك على فترات متقطعة كما قلنا. ثم إن الأمة مرت بمراحل عصيبة جدا، يعني خذ مثلا عندك من أشد المواقف التي مرت على الأمة احتلال المغول والتتار لبلاد الإسلام والمسلمين، قتلوا من المسلمين بالملايين في زمن كان الرقم مليون، هذا رقم كبير جدا. يعني مثلا سكان بغداد في هذا اليوم الذي دخل فيه المغول تقريبا 5 مليون، لما يقتلوا في يوم 1 مليون في يوم واحد في أول يوم من أيام الغزو ودخلوا فيه. ليه؟ لأن الأمة كانت في حالة من الضعف والوهن الشديد، ولأن التتار قبل أن يدخلوا بلاد الإسلام كانت لهم حملة نفسية شديدة على الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت، فظنوا أن هؤلاء قوم قادمون من كوكب آخر وأن هؤلاء لا يقف أمامهم أحد. وكان المسلمون يعني في ذلك الوقت يعني في حالة ضعف شديد جدا وتأخروا في الاستعداد لهؤلاء، فحدث ما حدث أنهم استسلموا لعدوهم ووثقوا بهم، وأنهم كتبوا لهم رسالة أنكم لو استسلمتم تركناكم ولم نقتل منكم أحد. فلما دخلوا أو غلوا في الطريق خلاص قوم معزل بدون سلاح، فهذا من أشد أسباب الوهن والضعف. وإنه قتل الخليفة في ذلك اليوم وتفرق المسلمون وأصبح يعني المسلمون بغير خليفة في ذلك الوقت، هذه الفترة شديدة، حتى أن المؤرخين في ذلك الوقت لما كانوا يكتبوا عن هذه الفترة كانوا يظنون أنها نهاية العالم وأن الساعة ستقوم في زمنهم لما رأوا، يعني شيء لم يتصوروا ولم يتخيلوا، ولو عاشوا إلى زماننا لا فماذا يقولون؟ يعني إذا كان ذلك حدث في هذا الزمان فماذا يقولون في هذا الزمان الذي انفرط فيه عقد الأمة الإسلامية؟ أصبحت دويلات صغيرة، كل دويلة وكل منطقة صغيرة في العالم تحكم نفسها بنفسها وليس بينهم تنسيق ولا ترتيب، وكل مجموعة تحكم نفسها على حسب مصلحتها وعلى حسب ما تراه صالحا لهذه الفئة بعينها ولهذه المجموعة بعينها. فهذا أيضا من أكبر أسباب الوهن والضعف، أنه ليس هناك وحدة. يعني كلمة الخلافة الإسلامية ترعب العالم، أنت لو قلت نريد خليفة المسلمين لك هذا إرهابي وهذا أصولي وهذا متعصب ومتشدد، خلاص لا نريد خليفة، ولكن نريد اتحادا بين المسلمين، مش عايزين خلافة، نعمل اتحاد زي الاتحاد الأوروبي، نعمل اتحاد زي الحاز بين الأمة الأمريكية، أن الولايات في اتحادية بينها وبين بعضها البعض، عايزين كده، هناك تنسيق بين المصالح وكذا وكذا، لكن هذا أمر بعيد المنال. ليه؟ لأن الضعف لا يزال ساري في هذه الأمة، وهذا هو الوهم الذي تكلم عنه القرآن الكريم، الفرقة الموجودة بين أفراد الأمة الإسلامية، أن المسلم يلقى أخاه المسلم فيحس أنه ليس منه، وأن بينه وبينه حواجز، وأن بينه وبينه فواصل، مع أنه في الأصل أن الرابط بين المسلمين قوي جدا، يربط بيننا الإسلام، يربط بيننا القرآن، يربط بيننا الدين، يربط بيننا أن احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومؤمنين بالآخرة، نحن على قلب رجل واحد، لكن يبقى أن نجتمع على هذا الأمر، ويبقى أن نتقرب على هذا الأمر، ويبقى أن يستشعر كل منا مسؤوليته تجاه أخيه المسلم. فهذا هو ما نتكلم عنه، الوهم الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني الأمم سوف تجتمع عليكم من كل صوب وحدب كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف أنت لما تحط قصعة طعام، يعني طبق كبير جدا من الطعام في مكان وتدعو إليه الناس، والناس جياع كله جاي يجري حتى يأكل، فشوف الناس يأكلون من كل مكان يأكلون، فكذلك كأن هذه القصعة هي بلهج الإسلام والمسلمين، وكأن الأكلة أعداء الإسلام يأتونها من كل مكان حتى ينهبون منها ويأكلون منها. فالمسلمون استغربوا من هذا الأمر، كيف يا رسول الله؟ نحن الآن يعني أصبحنا يعني نسيطر على أماكن كبيرة من العالم، واستتب الأمر الإسلام والمسلمين، والإسلام في انتشار وازدياد، فكيف يحدث العكس؟
ولماذا تجتمع علينا اليوم بهذا الشكل؟ وأين قوتنا؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. يعني هيأتي علينا زمان في آخر الزمان يكون عدد المسلمين قليل وده السبب إن هم يجتمعوا علينا؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. مش القضية في قضية العدد، لكن هنا القضية في قضية إيه؟ الوهن. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لكن لا قيمة لكم. عاملين زي السيل كده لما يأتي ويأخذ كل شيء أمامه ويبقى على وجه الماء الرغاوي والزبد والأشياء التي لا قيمة لها. نحن كذلك. قال ولينزعن الله المهابة لكم من قلوب عدوكم. مهابتكم في قلوب العدو ستذهب، العدو لا يخشاكم ولا يهابكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. والله عز وجل يقذف في قلوبكم الايه؟ الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ ايه الوهن ده؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للوهن. ايه بقى الوهن؟ حب الدنيا، الحب الشديد للدنيا. ما هو حب الدنيا هذا هو الذي جعل الناس تتقاعد عن خدمة أوطانها وعن الدفاع عن أوطانها. هذا هو حب الدنيا الذي تملك من القلوب. وكراهية الموت لدرجة أنه ربما يكون العدو داخل يقتحم عليه بلاده وكذا وكذا ويدعى للدفاع عن بلاده وعن أرضه وعن وطنه فلا يرضى. ليه؟ لأنه متشبث بالدنيا. إنه الشيطان يسول له. الذين قالوا لإخوانهم كما في القرآن الكريم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. المنافقين بيقولوا شفت الجماعة اللي خرجوا للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفعوا عن بلاد الإسلام منهم عدد مات شهداء، هم لو سمعوا كلامنا وقعدوا وما خرجوش مع الرسول لكانوا ماتوا ولا قتلوا. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طب الموت لما يأتيك يعني جماعة دول رجعوا منهم من مات شهيدا ومنهم من عاد منتصرا. طب الموت جاءت بعدها بأسبوع بعدها بشهر، هل تستطيع أن تدفع عن نفسك الموت؟ لأنها أجل مكتوبة ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجل مكتوبة محسوبة. قل لو كنتم في بيوتكم، القرآن الكريم يرد على هؤلاء الجبناء هؤلاء المنافقين أيضا فيقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ده مش بس كده، بيقول لهم لو أنتم قاعدين متعصنين في البيوت وأتاكم الموت والله عز وجل كتب لكم أن تموتوا في هذه الأرض أو في ذلك الموضع لبرزتم إليه، أي لخرجتم إليه إلى هذا المكان ويتوفاكم ملك الموت في المكان الذي كتب الله لكم أن تموتوا فيه. هذا هو الوهم، حب الدنيا، تشبث الشديد بالدنيا، مع أنك تعلم أن الدنيا معبر إلى الآخرة، أن الدنيا ليست بدار قرار وإنما تتزود من الدنيا للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن هؤلاء الذين يعمرون في الدنيا إلى أبعد ما يمكنهم أن يعمروا فيه، هؤلاء الذين يحبون المال حبا جما. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب على أولئك الذين يكنزون المال عند حاجة المسلمين إليه في دفع عدوهم أو فيما هو فيه صالح لأمة الإسلام، فقال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خلي بالك لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. لا تهنوا إلا يكون عندكم الوهن وضعف القلوب والتخاذل عن نسبة الإسلام للمسلمين. وتدعو إلى السلم، أنت تدعو إلى السلام في وقت يجب عليك أن تحارب فيه لتدفع عن بلدك، العدو داخل ويحتلك وكذا. وأنت تقول تجد بعض الناس ممن يدعون العلم أو المشيخة أو كذا يقولون لا تقاتلوا هذا العدو فإن المضر عليكم أكثر وإنه يقتلكم ويقتل أولادكم، فترى يثبط همم الناس. ولذلك الله عز وجل يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم يلقي الله سبحانه وتعالى نظر أولئك إلى شيء عظيم، إلى مسألة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل حينما يسألكم أن تخرجوا أموالكم في سبيل الله عز وجل ويمتحنكم بهذا الأمر يجد منكم البخل. وهذا عند المنافقين، والكلام عند المتخاذلين وعند الضعفاء وعند من أصابهم الوهن في القلوب وفي الإيمان، فتجدهم لا ينفقون إذا دعوا إلى الإنفاق. ف
فالله سبحانه وتعالى يمتحنهم ويبتليهم بهذا الاختبار فيفشلوا في هذا الاختبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلعل سائلا يقول: قد وقفنا على معنى الضعف، عرفنا هذا المعنى الموجود في القرآن الكريم، وعرفنا أن هذا الوهم إنما يكون بأسباب تتعلق بقلة الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، أو بقلة الإيمان أحيانا، أو بالجهل أحيانا. هذه كلها أمور يعني واردة وتقع من بعض الناس، لكن نريد أن نعرف كيف نخرج من هذا الوهم، وكيف نخرج من هذا الاستضعاف. فإذا عرفنا أسبابه فعلاجه سهل، ألا وهو أن نفعل ما يزيل هذه الأسباب. إيه اللي يستطيع أن يقضي على هذه الأمور؟ أولها التنشئة على العقيدة الصحيحة، قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا آمن الإنسان بقضاء الله عز وجل وبقدره، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا علمت أن كل شيء مكتوب لك في الحياة، حتى حياتك نفسها. الله عز وجل حينما أمر الملك أن ينفخ فيك الروح، أمره أن يكتب أجلك، وأن يكتب رزقك، وأن يكتب عملك، شقي أم سعيد، كل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أنكم لن تعيشوا في الدنيا أكثر مما كتب الله لكم، واعلموا أنكم لن ترزقوا في الدنيا بأكثر مما كتب الله عز وجل لكم، واعلموا أنه يختم لكم بما سبق عليه الكتاب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان أن هذه الأمور مضمونة وأنها مكتوبة له عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فما الداعي أن يتسلل الوهم والضعف إلى قلبه؟ هذا الأمر. الأمر الثاني أنه ينبغي أن تكون أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى. الذي يدب في ضعف الأعمال في هذه الأمة وعند أفراد المسلمين أن الإنسان أحيانا يعمل العمل ويكون له غرضين وهدفين، غرض فيه إرضاء للناس ثم إرضاء الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. إنما الأعمال ينبغي أن يقصد العبد بها إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن تكون موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية أخرى يطول فيها الكلام، لأنه أحيانا عندما تتكلم إلى الشرع، وهذه مشكلة اختلقها بعض الناس في تاريخ الإسلام مش من النهاردة، يعني منذ القدم، أنه وكأن هناك فرق بين الشرع وبين سياسة الناس، يعني جعلوا إما أن أنت تحكم الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، وإما أن تحكم الناس بسياسة الناس. سياسة الناس يعني مواكبة الأحوال والظروف، وإن أنت تقاتل أو لا تقاتل في هذا الموقف، وإن أنت تنتظر أو لا تنتظر، وهل المصلحة هنا أو هنا. وكأن هذان طرفان متناقضان، وليس الأمر كذلك، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه الناس. وإنما حدث هذا بسبب أن بعض الناس ممن حكموا المسلمين في فترات التاريخ لم يكن عندهم الفقه الكافي في دين الله سبحانه وتعالى، فحدث منهم خلل في تصريف الأمور. فلما انتقد عليهم العلماء والفقهاء قالوا إنما نسوس الناس بسياسة الواقع لا بسياسة الدين، لأنه لا يصلح أن نسوس الناس بالدين في مثل هذا المواقع. فكأنهم فصلوا بين هذا وبين ذلك، وكأن شرع الله عز وجل لا يصلح لسياسة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن بني إسرائيل قال إنما كانت تسوسهم أنبياؤهم. من الذي يسوسهم ومن الذي يحكمهم بالسياسة؟ أنبياؤهم. كلما هلك نبي أينات نبي، كلما هلك نبي جاء نبي، هكذا توالى الأنبياء في بني إسرائيل، فحكموا أقوامهم بدين الله سبحانه وتعالى وبما أنزله الله سبحانه وتعالى في التوراة من دين ومن شرع لله سبحانه وتعالى. خلي بالك، كلما هلك نبي جاء نبي، أي كلما مات نبي. والقرآن الكريم استخدم لفظ هلك أي بمعنى مات فقط مع أنبياء بني إسرائيل، ويبدو أن هذه اللفظة كانت شائعة في عصرهم وفي زمنهم، وهذا من جمال الاستخدام القرآن الكريم. يعني القرآن يستخدم الألفاظ والمصطلحات كما هي، لأنه يحكي لك حكاية بني إسرائيل كأنك أنت كنت قاعد وسطهم وبتسمع كلامهم بودنك زي ما بيقولوه. فلذلك لما تكلموا
عن سيدنا يوسف مؤمن آل فرعون لما بيتكلم مع قومه من آل فرعون وكذا وبيكلمهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني قبل ما يأتيكم نبي الله موسى من قبل كانكم سيدنا يوسف، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات. شفت الاستخدام بتاع بني إسرائيل اللي هم بيقولوه في عصرهم وفي زمنهم، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قلنا احنا ارتحنا بدل ما احنا في شك هل هو رسول من عند الله ولا مش رسول كذا، قلنا خلاص عدتنا ارتحنا بالموضوع ده. فأرسل الله إليهم بعدها بزمن قليل ويسير سيدنا موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون. إذن كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تحكمهم الأنبياء بشرع الله سبحانه وتعالى، وكان كلما هلك نبي جاء نبي، كلما مات النبي جاء نبي آخر بعد. والشاهد من هذا الكلام أن سياسة الناس حينما تكون بدين الله سبحانه وتعالى فإنه ليس فيها شيء من التزيد أو التنقص، وأن هؤلاء الذين يدعون أن سياسة الناس بدين الله سبحانه وتعالى هو أمر فيه تضييق على الناس أولئك لا يفقهون الإسلام. ولعل هذا حدث بسبب قلة فقه أولئك أو بسبب عدم وجود العلماء المتمكنين في الدين الذين يشورون عليهم وينصحون. وهذه قضية أخرى، يعني أن بعض العلماء تزهد في مسألة أنه يتقرب يعني يتولى منصبا في دولته أو في مكانه، وهذا الحقيقة كان موجود في بعض العصور، وبعضهم لا يلام عليه في هذا الأمر وبعضهم يلام عليه. فمثلا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أبى ورفض أن يتولى القضاء وعذب لأجل ذلك، وغيره من العلماء كثير عرضت عليهم مناصب ورفضوا، لكنهم رفضوا لأنهم كانوا يرون أنهم سيضطرون إلى أن يوافقوا الحكام فيما يجرونه على الناس من أحكام الجور والظلم، فكان لهم عذرهم، لكن رفضهم هذا جعل كثيرا من العلماء والصالحين يحدو حدوهم ويخطو خطوتهم ويسيروا على منهجهم. فإلا حصل لما ابتعد العلماء والفقهاء والمصلحين عن أولئك الذين يسوسون أمور الناس أيا كانت مناصبهم، أصبح هؤلاء محاطون بطائفة من الناس لا يفقهون دينا ولا يعرفون شرعا، فضلوا وأضلوا بغير علم، فأصبحت يعني تقرر على الناس أمور يعجب لها الإنسان ويندى لها الجبين، وأهل الفهم في الدين وأهل الفقه في الدين يعني بعيدون كل البعد عن نصح أولئك أو على توجيه أولئك على الأقل، ثم يتحسرون على ما يحدث. شفت إيه اللي حصل، وكل يوم بيطلعون شيء جديد وكذا، فأين أنتم؟ أنتم الذين ابتعدتم، أنتم الذين، فإذا اقتربتم ونصحتم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يقبل منكم 100% فعلى الأقل 50% 60% 70%، لكن هؤلاء يرفضون ويعيشون في عالم آخر بعيد كل البعد. لذلك ينبغي على الأمة أن تتصالح فيما بينها وبين ربها سبحانه وتعالى، ينبغي على الأمة أن تقترب من بعضها البعض، ينبغي أن نتغلب على خلافاتنا المذهبية وخلافاتنا الأيديولوجية والأمور، الخلافات الكثيرة جدا، يعني أصبحت الأمة حتى في مسألة العقيدة يقول لك هؤلاء عقيدتهم كذا وأولئك عقيدتهم كذا، وبعد ما يخلصوا الاختلاف العقيدة يبدأوا الخلاف المذاهب، هؤلاء مذهبهم الفقهي وكذا وكذا وكذا، مذاهب لا حصر لها، ثم بعد ما يختلفوا من المذاهب يختلفوا في مجال آخر، وكأن هذا الأمر أمر ممنهج ومدروس من أعداء هذه الأمة حتى لا يقترب المسلمون من بعضهم البعض وحتى لا تحدث وحدة بين المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا.